كيفاش بالنسبة للتجربة ديالك في التعليم العتيق، يعني كيفاش هو بدو كي يعني كي يستعمل أو كي يقوم بالتعليم الأولي والحضانة باش ياك؟ يمكن التجربة ديالك في المؤسسة اللي كتشتغل فيها؟ نعم، هاد المؤسسة تلقاش نشأت هاد المؤسسة، مش عندك فكرة على الإنشاء ديالها وتأسيسها؟ يعني تقريبا دابا المدة اللي كتشتغل هي مدة طويلة، ولكن فاش تعمل تدمج التعليم الأولي تقريبا واحد 5 سنوات أو 6 سنوات. نعم، والأطر العاملة في مجال التعليم الأولي يعني بالنسبة في المؤسسة شحال كاين الأطر؟ تقريبا كاين حنا عندنا 3 ديال المستويات، المستوى التمهيدي الأول هذاك الحضانة، كاين المستوى الأول التمهيدي الأول والتمهيدي الثاني، عندنا جوج أقسام ديال التمهيدي الأول وجوج أقسام ديال التمهيدي الثاني. نعم، وعدد الأطر المشتغلة تقريبا إذا كان عندك شي إحصاء العدد؟ كاين أستاذات يعني القارات، كاين أستاذة ديال القرآن الكريم، أستاذة ديال اللغة العربية، كاين أستاذة ديال الفرنسية، أستاذة الفرنسية كتنقل لي الأقسام يعني بين المستويات، وكيبقى الأستاذة ديال التمهيدي الأول ديال القرآن خاصة بهم، وديال المواد خاصة بهم. المواد تدريت كاينه الرياضيات، كاينه الحساب والرياضيات، كاينه جميع المواد ديال التعليم العمومي، غير زائد اننا القران الكريم كياخذ واحد الحصه اكبر يعني. نعم، من خلال التجربه ديالكم في العمل في يعني في الحضانه في التعليم الاولي، اش يمكن تقولنا على يعني البرامج اللي خاصه بالطفوله المبكره يعني بالنسبه لكم، يعني كيفاش المناهج اللي كتعتمدوها والطرق بالنسبة للتعليم العتيق؟ هو يعني بحال التعليم العمومي عادي كما قلت لك، حتى هو يعني كيخضعوا التكوين والدورة التكوينية في هذا الميدان هذا، على حسب المندوبية في الشؤون الإسلامية، يعني تقمنا حنا تكوننا مثلا في طنجة مدة سنتين على يد مفتشين كبار حتى هما في الميدان، و وتم يعني التفعيل ديال داك المنهاج ديال التعليم العتيق في المؤسسه ديال التعليم العتيق. بالنسبه للطفوله المبكره بالنسبه لكم المرحله اللي كتبدا فيها؟ بالنسبه لنا حنا المرحله ديال هاد ما قبل التمرد كتبدا من 4 سنين حتى 6 سنين، يعني الفئه ديال 4-5 سنوات والفئه ديال 5-6 سنوات. المبادرة ديال الاهتمام بالطفولة المبكرة يعني كتعتمد بالإضافة إلى الجوانب ديال التربية والتكوين، هناك جانب التغذية، جانب الصحة ديال الطفل، ماشي يعني وهذا التكوين هذا لسبب الجانب النفسي السيكولوجي، الجانب على الجانب الوجداني يعني بشكل كبير، لأن الطفل كيكون خارج من هذه الأسرة اللي الأمان والحنان، يعني بالنسبة لنا حنايا المربية خاصها تكون هي أم ثانية لديك الطفل. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. بالنسبة عفاك التجربة من هذه الدورة التكوينية فيما يخص الطفولة المبكرة اللي كتقوم بها النيابة التعليم أو المديرية الإقليمية للتربية والتكوين العالي. مشكور على هذا الاهتمام بهذا الميدان هذا اللي هو التعليم ما قبل التمدرس، إلا بغينا نقولوا هذه المرحلة هذه راه أهم مرحلة في الطفولة المبكرة. حنا كما كنعرفوا ان كما شفنا او كنعرفوا ان الطفل كيكون خارج من واحد الوسط ديال الاسره ديالو، ديال كيكون متمركز حول الذات ديالو، فبالتالي كيصعب علينا اننا نخرجوا من الاسره للدراسه مباشره، فكتكون هذه المرحله ديال الطور الاولي او ما قبل التمدرس هي همزه توصل بين الاسره والمدرسه.